بطلة حلقتنا النهاردة هي الفنانة زينات علو. هي فنانة دعا عليها والدها ألا تشم رائحة الجنة، فماتت أسوأ موتة. اكتشف جثمانها بعد 3 أيام. هي أحسن راقصة في مصر بعد تحية كاريوكا، لأن أدائها سهل جدا وجميل ولا تبتذل في حركتها. وأهم من ده كله إنها كانت ليها مواقف نبيلة مع عدد كبير جدا من الصحفيين والكتاب اللي فصلهم الرئيس عبد الناصر، وأبرزهم الموقف الغريب اللي حصل مع كامل الشناوي لما راحت له لقيته نايم وهو بيسهر طول الليل وبينام طول النهار، وفضلت قاعدة مستنياه لحد ما صحي وقعدت، وكمان هددت انها هترمي نفسها من الشباك لو ما خدش منها مبلغ من المال اللي هتدهوله. والمفاجأة ان اعتذر كامل الشناوي وفجأة لقوها عايزة ترمي نفسها من الشباك وكانت بتعيط لو ما خدش منها الفلوس. وكمان كتب عنها الكاتب الكبير انيس منصور وقال: من الذي لا يحترم كاريوكا وزينات؟ هي من مواليد 4 مايو عام 1912 بحي الجمرك بالاسكندرية. الاب يعمل تاجر من اصول مغربية، ودرست بالمعهد انصار التمثيل اللي اسسه الفنان زكي طليمات في الاسكندرية، لكن والدها منعها من استكمال دراستها فقررت انها تهرب من الاسكندرية وتأتي الى القاهرة. وفعلا أتت إلى القاهرة بعد معاملة والدها القاسية ليها، وأتت للقاهرة من أجل الفن والشهرة. واتقال إن والدها دعا عليها في الوقت ده وقال: يا رب ما تشم ريحة الجنة. أما عن بدايتها الفنية فبدأت حياتها الفنية بالعمل كراقصة في الفرق الفنية زي فرقة بديعة مصابني وعلي الكسار، وشافها الفنان الراحل نجيب الريحاني في كازينو بديعة مصابني وعرض عليها مشاركتها في عمل مسرحية، وهو اللي اختار ليها اسم زينات. انهالت عليها العروض المسرحية والاستعراضات الرقص. بعد كده مشوارها الفني بدأ في السينما سنة 1951، وكان ظهورها الأول من خلال فيلم شباك حبيبي. هنا زينات علوي خلال مسيرتها الفنية حوالي 40 عمل فني في السينما، من أبرزهم أشجع رجل في العالم، أدهم الشرقاوي، الزوجة 13، وريا وسكينة، إسماعيل ياسين في الأسطول، وغيرهم من الأفلام اللي قامت بالمشاركة فيهم الفنانة زينات علوي. اتميزت بموهبتها الكبيرة في الرأس وسميت براقصة الهوانم، لأنها كانت من الراقصات التي أعطت الفن كل ما تملك من قوة وموهبة. كما رفضت زينات علوي العلاقات العابرة مع كبار الشخصيات والرجال عموما، وكافحت خلال حياتها لإنشاء نقابة للراقصات، وده بعد إيمانها بموهبتها وكمان فن الرقص. وقالت إنها قررت اعتزالها كذا مرة بعد تردي أوضاع الراقصات في مصر وملاحقات رجال البوليس لها. ولفتت زينات علوي الأنظار ليها في فترة قصيرة جدا بجمالها وملامحها الرقيقة وشعرها القصير، وخاصة انها مزجت بين الرأس والتحطيب وحققت نجاح كبير جدا. لكنها ابتعدت عن الساحة الفنية عام 1971 وفي عزلة تامة حتى وفاتها وحيدة، وعاشت سنواتها الأخيرة في حزن وبؤس، وخاصة بعد وقوعها ضحية للمرض والفقر، وبلغ بها الفقر إلى حد إنها قررت بيع أساس منزلها لتوفير نفقات الطعام وكمان العلاج. وكانت آخر أعمال الفنانة زينات علوي كان فيلم السراب التي شاركت فيه بالرقص زينات علوي سنة 1970 مع الفنانة ماجدة والفنان نور الشريف، وكان للأديب نجيب محفوظ. وحكى الأديب أنيس منصور عن موقف لزينات علوي وقال ان بعد وفاة زينات علوي جاءت احد السيدات من معارف زينات تحمل خطاب تركته قبل وفاتها،
وعندما فتحوا وجد به مبلغ مالي لفنانة غير مشهورة في حاجة شديدة للمال. عرفت الفنانة زينات علوي في الوسط الفني بلقب زينات قلب الأسد لانضباطها والتزامها، ووصفوها بأنها أفضل راقصة مصرية بعد تحية كاريوكا. بسبب قسوة والد الفنانة زينات علوي ابتعدت تماما وأخذت موقف من الرجال، فقد رفضت الزواج من الفنان عبد السلام النابلسي الذي اعترف انه احبها كثيرا وطلب منها الزواج لكنها رفضت. واللي ما يعرفوش الكثير مننا ان الفنانة زينات علوي تعلمت الرقص في مستشفى الحميات، وهنعرف القصة دي لانها قصة غريبة جدا. الراقصة المصرية زينات علوي اسمها الاصلي الحقيقي زينات علي، وهي تحمل دبلوم الهلال الأحمر في التمريض، ثم التحقت بمستشفى الحميات بالعباسية، وكان هذا المشفى هو المدرسة الأولى التي تعلمت فيها الرقص، فكان الأطباء يضبطونها وهي تحاول تقليد تحية كاريوكا، وأنذروها بالإقلاع عن هذه الهواية عدة مرات، ثم تم فصلها من المستشفى. أما عن قصة أن زينات علوي كانت السبب في زواج سعاد مكاوي من محمد الموجي، فالقصة بدأت أن الراقصة زينات علوي كان لها فضل كبير في إتمام الزواج ما بين سعاد مكاوي والملحن محمد الموجي، واعترفت سعاد بفضل صديقتها في إقناع والدها، وكمان اتولت نفقات ليلة الحنة في كازينو الأريزونا، وليلة الزفاف كمان تكلفتها في كازينو عابدين. وكانت الفنانة زينات علوي هي حلقة الوصل ما بين محمد الموجي وإقناع والد الفنانة سعاد مكاوي، وبعد مفاوضات واستمرت لثلاث أسابيع بمساعدة الفنانة زينات علوي صديقة الطرفين، وافق الشيخ مكاوي وذهب محمد الموجي على الفور لشراء الشبكة وكمان إتمام الزفاف يوم الخميس 3 يوليو عام 1958. كانت الفنانة زينات علوي ليها مواقف إنسانية مع كل أصدقائها داخل الوسط الفني، وكانت فنانة جدعة جدا وشهمة، وكانت بتقف جنب أي حد محتاجها. أما عن وفاتها ورحيلها بطريقة مأساوية، فبعد اعتزالها الأضواء والشهرة كانت وفاتها ماتت بمأساة، حيث تم اكتشاف جثتها في منزلها بالقاهرة في 5 يناير 1988 بعد 3 أيام من وفاتها عن عمر يناهز 58 عاما. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كانت بطلتها الفنانة زينات علوي، ونرجو من حضراتكم ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. وكمان ما تنسوش تقولولي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عنه وعن مسيرته الفنية وحياته الشخصية معانا في الحلقة اللي جاية، اكتبولي تحت في الكومنتات. وكمان بشكر حضراتكم على دعمكم المستمر للقناة، جزاكم عنا كل خير.